اليوم رانا في واحد ربما نقولوا ملحمة أو مجزرة بيئية، كارثة عظمى. كتشوفوا مقالع داخل المجال الحضاري كما كنسمعوا، رغم أننا ما تعمقناش في القانون مزيان، ولكن كنبقاو مناضلين تاع هذه المنطقة هادو أولى ببعض المسائل القانونية. كنشوفوا اللي مقالع داخل المجال الحضاري، ومن كتعمق في القانون كتلقى بأنه المقالع داخل المجال الحضاري ممنوع من عند التل. كنشوفوا هما الساكنة متضررين، هاي واحد التجزئة سكنية كانت صاحب الجلالة مدة أكثر من 10 ديال السنوات، دابا كيحلوا لها مقالع الرمال ما كتبعدش عليها 20 متر. هنايا من كيوصل الصيف ولا دابا حاليا دابا في المشتى، كنشوفوا واحد الكميه ديال الزبال، وواحد العدد ديال الشوارع كاع مطرطقه بالماء، والماء في الشوارع. ومين كنمشيو للبلديه نشتكوا كيقول لك اودي راه ما كاينش الميزانيه. وحنايا كنشوفوا باللي حنا عندنا، شوف تبارك الله، الثروات كبيره كتهز من هنا من راس الماء، غير قانونيه، وثروات غير قانونيه. شكون اللي كيستافد بها؟ كيستافد بها الباشا والاعوان ديالو، معاهم الرئيس ديال البلديه والحاشيه ديالو. وحنا كنشوفوا واحد الكارثه بيئيه هنايا، واحد العدد ديال الساكنه، وشوف هنايا محفور لي كاريان في الوسط ديال الساكنه. وحنايا كنشوفوا فين راه هاد المسؤولين اللي كاينين دابا حنايا حاليا هنايا في العماله ديال الناظور، ولا في الولايه ديال وجده، ولا في الرباط، اللي ساهرين على هاد الشيء سامحين في هاد الشيء، والغابر الامل، لانه واحد العدد ديال المهاجرين المغاربه شاريين هنايا او هنايا الاخر لي زابارتومو هنايا. ودابا مين غادي يجيو راه مازال عاد ما شافوش الاخر، لانه تشنا الناس سيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، هو اللي تشنا هذا المشروع. ودابا حنايا كنشوفوا مين غادي يجيو هاد الناس اللي كيكونوا في الخارج، غادي وشايفينها غير في الانترنيت وفي لي فوتو، وغادي يلقاو هاد الكارثه هادي، غادي يلقاو راسهم ساكنين في وسط بؤار، غادي يلقاو راسهم ساكنين في الوسط ديال العجاج ولا مغاربه ديالنا. بعض الآليات كنشوفوا مباشرة له ديال بعض الأعوان السلطة، بينهم باشا رأس الماء، حتى هو كيساهم في هذه المشاكل هادو، لأنه واحد المستبد، واحد الإنسان اللي جمع الثروات نتاع رأس الماء من هذه الرمال الذهبية. وكتشوفوا كما كتشوفوا ما هنايش الشروط نتاع المقالع، رغم أننا ما غاديش نهضروا على الرخص، لأنه ما عندناش واحد الدراية واش مرخصين ولا ما مرخصينش، رغم أنها تكون مرخصة راه ما عندهمش القانون اللي غيرخص لهم، لأنهم أولا داخل المجال الحضاري، ثانيا شروط البيئة ما كايناش، حتى المراعاة. أنت كتشوف أنا ديجا كنعرف هاد المسائل هادو، نورمال كتهز زوج د المترو، فهمتي كيفاش؟ والرمال يعني التراب السوداء اللي صالحة للزراعة كتخزن في واحد البلاصة، مني كيسالا مقالع الرمال كتهز وكتساوى في الأرض باش تولي الأراضي صالحة للزراعة، هانتوما ما كتشوفوا حتى شي حاجه. وفين ماشي مقلع، وهذه كلمه تشرف وكنتحمل المسؤوليه ديالها، فين ما كان هنا شي مقلع في راس الماء، سواء كانت حل مده 20 سنه او 30 سنه او 10 سنين او 5 سنين، ما كانش شي مقلع اللي هز الرمال ودار تسويه. كاين ازيد من 30 ولا 40 مقلع هنا في راس الماء، كيديروا حفرام اللي تيساليو كل واحد تيشد طريقه، شكون اللي تيعاني؟ والغريب من هذا الشيء الساكنه اللي كتعاني، والبنية التحتية راك تشوف في رأس الماء دابا كيجيو السواح كيشوفوا هاد المناظر. علاش ما تمشيش هاد الجهة البلاد تاع الفلاحة؟ راه تما واحد كيقول له جلولو بالربعان، كيهزو مرة كيهدو من الأرض مرة. فين اش مشيها؟ تجي من هنا، شتو هذاك الجبل هيه؟ هذيك الهيه؟ لا رخصة لا. لا غير كي سميت الموضع. ظهر الناظور، حنا كنقولو ظهر الناظور. ظهر الناظور. لا كي سميت السيد اللي كي جلول. واسمو راه واقع تما، واسمو واقع، عاودي لنا. يهزو التراب، حنا مشينا حتى للباشا، فهمت؟ مشينا حتى للمقدم، مشينا حتى واحد تما لهي فوق القيادة لتحت. والو ما دار لكم والو. ما درنا والو. مشترك معاهم حتى هو. ما نعرف. واسمو قال لك الباشا. قال لك انا خاطيني نسيرو عند شاطرمية. شاطرمية كي قالوا لكم؟ قال لنا مشينا عند شاطرمية، قال لك فين الواكي. والواكيل مشيت ولا؟ لا مشينا واخا مفوقاش هاد الشيء. لا مفوقاش هاد الشيء، مفوقاش. شي جوج سيمانات. من اللي بداو. قال لك راه يريدوا واحد الولد.
انتم اشنو ضركم في هذا الشيء؟ راه يهدموا البلاد، حنا غير الفلاحه، البلاد تاع الفلاحه البلاد فلاحيه. وهذه الفلاحه راه تما الفلاحه، روحي تشوفوا. وهذه ديالكم البلاد ديالكم. ديالنا سيدي. اه وراهم كاين دابا كيسرقوا منها الرمله. واه يسرقوا، راه دخلوا من بلادكم كيسرقوا الرمله. واه سيكرات. هذا هو الاشكال اللي حنا كنقولوا. يمكن لينا نشيروا لواحد القضيه. هذا الشيء كيألم. كيألم زعماك، لان علاش شهدنا على خروقات عديده، لا من ناحيه البيئه ولا من ناحيه الناس كيفاش عايشين هنايا ولا من ناحيه بالنسبه للبيئه غادي نعلنوا الخطر. كاين خطر راه كيمس هنا البيئه وبالتالي غادي يمس المواطن. كاين ثروات اللي المفروض العائدات ديالها تعود بالنفع على المواطنين، ما كايناش، راه مستغله من طرف واحد الكمشه ديال الناس، بينهم رجال تاع السلطه وبينهم شي رجال تاع الاعمال الوهميين. اذا كاين خروقات بالجمله، كاين خروقات اللي ما كتبشرش بالخير في هذه البلاد السعيده اللي راه حنا كننتظروا ان شاء الله كتزيد لقدام. وهذه اذا كنعلنوا الخطر، راه البيئه في خطر في هذه الناحيه ديال كبدلو راس الماء، اضافه الى المشروع ديال الواد الحار اللي راه كاين دار ولا راهم كينويو باش يكبوا المياه تاع الواد الحار في الواد ديال الملويه، وهذا هو اللي رحنا كنناضلوا من اجله باش ما يكونش لا لتفريغ المياه الغير الصالحه تاع المياه العادمه في الملويه. ثانيا لا لهذه المقاليع العشوائيه، لا لاستغلال الرمال بدون حق. وبالاجمال كيف قلت خروقات بالجمله في منطقه راس الماء. ايوا هذا الشيء حنا دابا بغينا نشوفوا داخليه الموقف ديالها من هذه الباشا هذا، واش موظف ديال السلطه يستغل المقالع، واش الموظف ديال السلطه كيدير الفوضى، واش الموظف تاع السلطه كيستبد الناس. هذه هي الاسئله اللي غادي نطرحوها حنايا للمسؤولين. وبالاضافه كيف قلت وكيف نعاود، البيئه في خطر في منطقة رأس المال.